طيب تعال نشوف ازاي نحل مشكلة العدد الضخم من البارامترز اللي انا محتاج اغيرها في الباك بروباجيشن، اللي يكون 3 مليون ويت، 30 مليون ويت، ايا كان يعني. قال لك بص يا سيدي، لو انا مدخل كلمة نايس واخترت الاوتبوت او الكونتكست وورد اللي انا عايزها تطلع في الكونتكست هنا بهايست بروبابيليتي كلمة داي، فمثلا تعرف ترى ان كلمة داي هي النيورون ده، هي النيورون الجميل اللي هنا ده، دي كلمة داي. فانا عايز الاوتبوت يطلع لي قيمة كبيرة هنا او بروبابيليتي كبيرة هنا، عشان الاوتبوت فيكتور فيه هنا واحد والباقي كله بصفار مثلا. بس هو بدل ما بيطلع لي قيمة كبيرة طلع لي مثلا قيمة صغيرة، طلع لي مثلا 1 من 10، طلع لي نص. فأنا أكيد محتاجة أبديت الويتس اللي كونكتد لده، صح؟ محتاجة أبديت الويتس اللي كونكتد للنيورون ده، إن أنا عايزه يطلع واحد وطلع لي حاجة مش كويسة. يبقى إذا النيورون ده لازم أعمل له أبديت. طب السؤال دلوقتي، لو أنا عملت أبديت للنيورون ده بس، قررت أعمل كده، هل هيبقى في تحسن عندي في التريننج؟ الإجابة إن الحقيقة إن أنت حتى لو أنت حسنت الويتس دي بس، فانت المفروض المره الجايه او في الاتريشن الجايه او في البرودكشن او وات ايفر، لما تدخل كلمه نايس بعد كده، فعلا نتيجه تحسين التو فاليوز دول هيديك قيمه احسن عند دي، مش كده؟ يبقى اذا ده بيقول لي حاجه ظريفه، ان انا الحقيقه مش مضطر احسن كل الويتس اللي هنا، صح؟ يعني انا مش مضطر احسن كل ده، انا ممكن احسن الويت عشان ازود البروبابيلتي بتاع كلمه دي، جميل، وممكن لو حسنت الويتس الثانيه فانا نوعا ما هقلل البروبابيلتي بتاعت الكلمات الثانيه، زي كلمه هيل مثلا عشان مش عايز نايس هيل يعني، صح كده؟ فيبقى قصدي ان مفيش حاجه تجبرني ان انا احسن كل الويتس او احسن كل الوردز. هي طبعا هيفيد لو انا حسنت، لو انا زودت كل الكلمات اللي في الكونتكست اللي ويذن الكونتكست، او زودت البروبابيلتيز بتاعتهم او ابديتد الويتس بحيث ان هي تزود البروبابيلتيز بتاعتهم، وقللت البروبابيلتيز بتاعت الكلمات الاوت اوف كونتكست اللي هي اصلا مش ريليتد خالص لكلمه نايس مثلا زي كلمه هيل، ده هيحسن، ده شيء جميل. بس من حيث المبدا انا مش لازم اعمل كده لكل الكلمات، صح؟ لو عملت على التارجت وورد بس هحسن تو ويتس بس، او بشكل فورمال اكتر هيبقى 300 وورد لو انا شغال الامبيدنج سايز بتاعي 300، فهحسن 300 ويت بس بدل 3 مليون. فدلوقتي بقى عندي كومبرومايز، هل انا عايز احسن كل الويتس ولا انا يهمني السرعه اكتر؟ لو يهمني السرعه اكتر طب انا ممكن اختار التارجت وورد دي بس، احسن الويتس اللي كونكتد ليها 300 وخلاص على كده. او كالعاده طبعا بيظهر ايه حل وسط، قال لك طيب انا ممكن احسن التارجت وورد واختار مثلا عدد من النيجاتيف سامبلز. النيجاتيف سامبلز هي النيجاتيف، هي سامبلز اللي انا محتاج اقلل البروبابيلتيز بتاعتها علشان الوان هوت انكودد ديزايرد اوتبوت فيكتور فيه صفار في كل الحاجات ما عدا واحد هنا، فيعتبر بقيه الكلمات في ال 10000 او 100000 نيورون الباقيين محتاجين البروبابيلتيز بتاعتهم تقرب للزيرو، لان هم مش الكرنت تارجت وورد، صح؟ فقال لك طيب، طب ما نيجي نختار البوزيتيف سامبل دي او التارجت سامبل دي، نحسن النيورون ده، نحسن الويتس اللي كونكتد ليه، ونحسن الويتس بتاعت مثلا 20 نيجاتيف سامبل، نختار 20 نيجاتيف سامبل عشوائيين من ال 10000 وورد دول، نقلل البروبابيلتيز بتاعتهم، وبالتالي هنابديت يعني نابديت الويتس بشكل يقلل البروبابيلتيز بتاعتهم. فانا كده اختار الموضوع بشكل عشوائي. نفتكر تاني ان البارشال سي باي بارشال دبليو بيساوي دلتا اوت في اي ان، فلو انا نوعا ما في الكود بشكل عشوائي عملت سيتنج لاغلب النيورونز دي للدلتا، فاغلب النيورونز دي بزيرو، اللي هو خلاص انا مش عايز ابديت دول كاني بسيتهم بزيرو، فساعتها هيكون الويتس المهمه هي الويتس اللي انا هختارها بس، مثلا 20 حاجه، والحقيقه 20 ده مش رقم يعني، ده رقم فعلا مذكور في البيبر، ان لو انت عملت نيجاتيف سامبلنج للسمول داتا سيتس وخدت 20 اكزامبل بس، فده بيديك نتائج كويسه جدا. في اللارج داتا سيتس الضخمه جدا بقى اللي هي بلايين الكلمات او حاجه، ممكن تختار نيجاتيف سامبلز تو سامبلز بس مثلا ولا حاجه، والدنيا تديك نتائج كويسه. فبدل ما انت شغال مثلا على فوكابولري مثلا فيها مليون كلمه تحسنها المليون، لا انا هتحسن مثلا 2 3 بس، هتعتمد على اساس ان الداتا سيت ضخمه جدا، فانت عندك كميه ضخمه جدا 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 من الداتا، فمع الكميه الضخمه دي حتى لو انت مختار 2 نيجاتيف سامبلز بس في المره، ايفينشوالي مع كميه الداتا الضخمه دي بتوصل لنتائج ايه كويسه. فلو الداتا سيت بتاعتك صغيره، انت مثلا شغال مثلا كتاب مثلا صغير او حاجه، هو ده الداتا سيت بتاعتك، ساعتها اختار نيجاتيف سامبلز اكتر. لو انت شغال داتا سيت ضخمه زي الويكيبيديا ارتكلز او انسايكلوبيديا معينه، فساعتها ممكن ايه تقلل عدد نيجاتيف سامبلز كمان.
فالبروسيس دي اسمها نيجاتيف سامبلينج. ساعتها هيجي نفس السؤال، نعمل ايه في الفريكوينت ووردز واحنا بنتكلم في النيجاتيف سامبلينج؟ هل الفريكوينت ووردز اختارها في النيجاتيف سامبلز كتير ولا قليل؟ تعال نفكر كده، اصلا ايه معنى النيجاتيف سامبل؟ النيجاتيف سامبل دي كاني بقول يا جماعه دي كلمه مش ريليتد بشكل ضخم للتارجت وورد اللي هي كلمه نايس. حلو، طيب تعال نشوف كلمه منتشره زي كلمه ذا، هل كلمه ذا ريليتد بشكل ضخم لكلمه نايس؟ لا، كلمه ذا الحقيقه مش ريليتد لاي كلمه خالص بشكل ضخم، دي كلمه نيوترال جدا. وبالتالي انا فعلا محتاج اختار كلمه ذا كتير في النيجاتيف سامبلز، مش كده؟ علشان كلمه ذا اصلا مش ريليتد لاي حاجه، فانا لما اختارها في النيجاتيف سامبلز كاني بقول ان الريليشن هابديت الويتس بشكل يعكس ان الريليشن بتوين كلمه ذا وبين التارجت وورد دلوقتي اللي هي كلمه نايس مثلا او كلمه جريت مش ريليشن قويه، انا مش محتاج الامبيدنجز بتاعتهم تكون قريبه من بعض، انا عايز فعلا البروبابيلتي فيكتور اللي طالع لما ادخل انبوت كلمه نايس ما يكونش البروبابيلتي بتاع كلمه ذا فيها عاليه قوي لان هما مش ريليتد لبعض، دي حاجة. وحاجة تانية، لأن أنا كده كده نظرا لأن كلمة ذا موجودة كتير قوي فهي هتظهر بشكل أكبر في الكونتكست حتى وأنا بعمل راندم سامبل، يعني الفيديو اللي فات إحنا قلنا إن إحنا بنحاول نقلل ظهور كلمة ذا في الكونتكست، بس ستيل هتظهر لأن لسه البروبابيلتي دي مش زيرو، فهتظهر كلمة ذا برضو في الكونتكست. وبالتالي هيبقى في ريليشن، بعض ريليشن ما بين كلمه نايس وكلمه ذا، بس انا مش عايزها كبيره قوي، ونظرا ان كلمه ذا بتتكرر كتير قوي في الداتا سيت فلا انا مش عايزها تطغى برضو على 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 العلاقه مع كلمه نايس او مع بقيه الكلمات، فانا هختار الكلمات اللي بتتكرر كتير قوي 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 في الداتا سيت ان هي البروبابيلتي ان هي تكون في النيجاتيف سامبلز تكون اعلى، علشان انا عايز اقول يا جماعه لا دي كلمه منتشره، كلمه نوعا ما نيوترال، كلمه مش ريليتد قوي لكلمه ايه؟ لكلمه نايس. فده عكس اللي انا عملته وانا بختار الكونتكست وورد، هنا عملنا علاقه عكسيه، هنا هنحتاج في حاله بقى النيجاتيف سامبل هنعمل علاقه طرديه. الجماعه بتوع البيبرز برضه قعدوا يجربوا شويه وقال لك خلاص طلعنا معادله كده، طبعا دي empirical equation يعني بشكل ما، فقال لك probability ان انا اختار some specific word wi في كنيجاتيف سامبل بتتناسب طرديا مع الفريكوينسي بتاعة الورد دي مرفوعة الباور 3 على 4. اختاروا ده ليه؟ ده هايبر بارامتر، قعدوا يجربوا شوية مين هيجيب أحسن نتائج، وصلوا لحاجة زي كده يعني. بس في الآخر لو أنت قررت قلت خلاص لا يتناسب طرديا مع الفريكوينسي نفسها قشطة هجيب نتائج كويسة، يتناسب طرديا مع الفريكوينسي جذر الفريكوينسي هتجيب برضه نتائج كويسة، أي علاقة طردية هتجيب نتائج كويسة. والحقيقة أنا متخيل برضه إن أنت طب لو عملت نيجاتيف سامبلينج عموما بشكل عشوائي خالص قشطه برضو ممكن توصل لنتائج ايه معقوله يعني، مفيش مشكله يعني. بس هما الناس قعدوا يجربوا كتير ووصلوا للمعادله دي، فبالتالي قشطه يعني نحترم الجهد اللي هما عملوه، نستخدم اللي هما طلعوا بيه، هما جربوا كتير على ما يوصلوا للكلام ده. فحلو يعني احنا كده خدنا فكره معقوله جدا عن السكيبريم ميثود وعن التيوننج اللي بنعمله فيه وبعض التفاصيل الجميله زي دي اللي بتخلي الدنيا تجيب نتائج احسن ان براكتس. في طبعا تفاصيل تانية لو حد عايز بقى يتعمق اكتر في الموضوع ده هيلاقيها، يقرا البيبرز بقى الجديده ويقرا حاجات زي كده. في مثلا تفاصيل بتتكلم طيب انا عندي حاجه اسمها الاسامي المركبه مثلا زي كلمة نيويورك مثلا، طب هل انا عايز امبيدنج مستقل لكلمة نيو وكلمة يورك؟ طب ما انا ساعات كلمة نيويورك بتستخدم كتير قوي على بعضها كده كفريز بنسميها الفريزز، فلا طب ما جايز يكون انا عايز امبيدنج كلمة نيو، امبيدنج كلمة يورك، وامبيدنج ثالث كلمة نيويورك، فانا نوعا ما كاني بزود حجم الفوكابيولري بتاعي عن طريق ان انا ادخل كومباوند ووردز، صح؟ يعني تخيل كده لو انت عندك فوكابولري فيها ثلاث كلمات بس، ماشي؟ ايه وذا وزو مثلا، ده قاموس دي اللغه بتاعتنا كلها، فدول ثلاث كلمات بس. لو انا دخلت الفريزز في الموضوع، الفريزز اوف سايز 2، هيبقى عندي ذا دي كلمه، وذا دي كلمه، وذزو دي كلمه، وازو دي كلمه، وهكذا. فهتلاقي الفوكابولري بيكبر. طبعا ده كده مثال اكستريم قوي، بس هو ساعات فعلا بتكون الفريز على بعضها لها معنى، زي كلمه نيويورك او زي كلمه عبده باشا. يعني في الاخر في ناس بقى كتير بتريسيرش طب ازاي نتعامل مع الفريز دي بشكل كويس وحاجات زي كده. لو حد مهتم اكتر ممكن